السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليد ووركس المعتمد. الفيديو ده هنتكلم عن اوبشن جديد داخل سوليد ووركس 2019. احنا كنا اتكلمنا عنه كمقال بوست على الفيس، لكن دلوقتي هنوضحه على سوليد ووركس 2019 بشكل عملي. دلوقتي لو انا معايا فازة زي ديت او جزء مخروطي وعايز اعمل عليه باترن بالمنظر ده، تكشر باترن، التكشرز دوت هيبقى صعب طبعا ان انت تعمله بشكل مانوال، لكن بالتول بتاعت 3D تكشرز بودي هتحول الصورة لتكشرز. ازاي؟ دلوقتي لو انا راسم حاجة زي كده، اخش على appearance من هنا، عندي في appearance في miscellaneous او المتنوع، هتلاقي في 3D تكشرز، هتلاقي فيه بقى كذا تيكشرز موجودة عندك، وانت ممكن تنزل تيكشرز لو انت عايز، بس انا شايف ان هو فيه معظم التيكشرز اللي انت محتاجها. فمثلا لو اخترت التيكشرز بتاع النيرلينج او الترترة ده ومسكته كده ورميته على السطح دوت، وهلون يعني هخلي السطح ده واخد الصورة، فاخترت السطح. طبعا الصورة كده يعني التيكشرز شكله كبير، فانا محتاج اعدله، بخش على appearance من هنا، المانجر بتاعت appearance، و بعمل كليك يمين وedit للappearance، بخش على المابنج عشان اعدل في المابنج، هصغر شوية المقاس، يعني هنخليه يعني بالحجم ده معقول، و بعد كده نرجع للبارت. هنروح على الكوماندز من هنا من السيرش، ونكتب 3D، بس مجرد نكتب 3D، في امر جديد اسمه 3D تيكتشرز. انت بتحتاج تختار في الاول البادي كله اهو، بس بعد كده تعلم على التيكتشرز اللي انت عايز تابلاي يعني تطبقها، و بتتحكم بقى في الاوفست الحجم، الارتفاع يعني هنخليها حاجة مقبولة كده، تمام، والماكسيمم element size طبعا زودها على قد ما تقدر ديت، عشان لما تيجي تطبع الجزء ده هنخليها مثلا بالشكل دوت، ندوس اوكي، هيحول لك الشكل اللي كان عبارة عن مخروط عادي عمل عليه تكشر زي ما انت شايف بالمنظر ده. بس التكشرز دي ما بتبقاش سوليد، يعني ما بتبقاش سوليد بودي، لا هو بيعملها ايه، جرافيك بودي، يعني ميشنج، مجرد ان انت هتاخد الفايل ده وتطبعه 3D، لكن تطبعه 3D برينتنج، لكن مش معاك سوليد، هو معاك مجرد ما تقدرش تعمل فيه قطع ولا تقدر تعمل فيه اي حاجه لانه ميشنج فايل. طيب يعني هي تولز كويسة جدا تقدر تستخدمها لو انت هتطبع 3D printing. الشكل ده طبعا لو احنا عملناه يعني هيبقى معقد وهياخد وقت فظيع، لكن مجرد صورة دخلت على السطح عملت textures بالمنظر ده. باجي هنا save as واسيف meshing file stl file عشان اطبع الجزء ده ب3D printing. بس هو ده اللي احنا كنا عايزين نوضحه النهارده، ازاي بتحول الصوره لفيتشرز، ودي اوبشن جديد داخل سوليد وورك 2019. كان معاكم مهندس علي نصر، اشوفكم في فيديوهات تانية باذن الله.